انا موضوعنا النهارده كنت عايز اكلمكم عن موضوع يهمنا جميعا، يهم كل المصريين. مفيش شرايح، هتكلم كده بس من غير تستعملوا مخيلتكم اذا كان مناسب. اغلب الناس بتحاضر من غير سلايدز على اي حال، فمعلش هنتكلم النهارده من غير سلايدز. الموضوع الحقيقه مهم، هو ايه وضع مصر في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة. لا يخفى عليكم أن يعني في شعور واسع ما بين الناس جميعا أن المتغيرات الدولية والإقليمية بتمررنا في فترة ما كانش لها مثيل تاريخي قبل كده. الأزمة الاقتصادية اللي العالم بيمر بيها أزمة كل الزعماء، بدءا برئيس جمهورية أمريكا، رئيس وزراء إنجلترا، بيعترفوا إن مفيش تحدي اقتصادي جابه هذه الدول وجابه العالم في نفس الوقت بهذه الضراوة منذ 1930، يعني 80 سنة. 80 سنة مفيش حاجة، العالم ما شافش حاجة مماثلة للي بيحصل النهاردة. وإن كان السبب الأساسي في تفجير هذه القضية هي جزء من قروض العقارات الأمريكية أو قروض الرديئة، التوكسيك ديت زي ما كانوا بيسموه، فالآن في شبه اعتراف إن ده كانت الشرارة اللي فجرت القضية، انما القضية اكبر واعمق واوسع بكثير من الناس اعتادت عليه وشافته قبل كده، وان عايزين اعادة هيكلة واعادة تفكير كامل. ففي ازمة اقتصادية عارمة في العالم كله، ومع هذه الازمة الاقتصادية اللي جاية في انا في تصوري فرصة ذهبية سانحة لأول مرة من نهاية الحرب الباردة في 89-91. الحرب الباردة هي الفترة اللي جت بعد الحرب العالمية الثانية، اللي كان فيها أمريكا والاتحاد السوفيتي في منافسة شديدة جدا، في حالة حرب غير ساخنة، حرب باردة. كان في اشتباكات في حتت كتيرة جدا، من أشهرها كوريا وفيتنام. إنما بغض النظر عن هذا، إلى أن الدولتين العظمتين ما كانوش بيحاربوا بعض، لأن كان في تخوف طبعا من أن المخزون النووي بتاع الدول دي يؤدي إلى نهاية العالم في حالة أنهم يشبكوا مع بعض. الأوراق التاريخية اللي اتكشفت لينا بعد كده دلوقتي بينت ان احنا كنا على شعرة من هذه الحرب العالمية الثالثة سنة في أوائل الستينات في أزمة الصواريخ الكوبية. وأزمة الصواريخ الكوبية زي ما تفتكروا، كوبا بعد ما فيديل كاسترو وصل إلى الحكم، هو ورفيقه شي جيفارا اتجهوا الى النظام الشيوعي، وامريكا مش بس ضربت حصار عليهم، انما كان حاولت تغزوهم بمجموعة من المهاجرين الكوبيين، وفشل هذا الغزو. وبعدين تحالفوا مع الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي حط صواريخ في كوبا. كوبا على بعد 90 ميل، يعني 140 كيلو من فلوريدا، من الشواطئ الأمريكية. فكان في صواريخ نووية روسية على أقل من 200 كيلو من السواحل الأمريكية، والأمريكان رفضوا أنهم يقبلوا هذا، وضربوا حصار بحري، بلوكيد بحري على كوبا، وطالبوا الاتحاد السوفيتي أنه يفك الصواريخ بتاعته. كان في هذه اللحظة مطالبة بأن أمريكا تغزو كوبا،
وطبعا ما تنساش ان امريكا عندها قاعدة عسكرية كبيرة داخل كوبا اللي هي جوانتانامو اللي بيستعملوها كسجن دلوقتي، انما القاعدة العسكرية دي موجودة داخل كوبا يعني. يعني غير انهم عندهم جيش امريكاني موجود على الشواطئ الكوبية نفسها، طبعا على بعد 90 ميل البحرية الامريكية ممكن انها تضرب كوبا كلها، والطيران الامريكي ممكن يضرب كوبا كله. انما اتضح دلوقتي فيما بعد، وروبرت ماكنامارا كان وقتها وزير الدفاع الامريكي، ان الصواريخ على عكس ما هم كانوا فاهمين، الصواريخ الكوبية كان فيها قنابل نووية، وان البطارية كانت تحت قيادة روسية مش قيادة كوبية، وان القائد الروسي كان عنده تعليمات في حالة هجوم امريكي تضرب الصواريخ. فكون ان كينيدي وقتها اختار العقلانية ورفض يسمع كلام بعض القوات بتوعه انهم يهجموا، ادى هذا الى ان ابتعدنا عن او تمكننا من ان العالم ما يخشش في حرب نووية ثالثة، لان كان طلعت الصواريخ دي كان هتضرب المدن بتاعت الساحل الشرقي بتاع الولايات المتحدة، نيويورك وواشنطن واتلانتا وميامي، وكان متوقع اكثر من 100 مليون واحد هيموتوا في الضربة الاولى دهين. وده كان هيقتضي ان امريكا تضرب صواريخ على الاتحاد السوفيتي، وكانت مسألة يعني ما فيش اذا بدأت ما فيش طريقة الواحد يوقفها يعني. فالحرب الباردة انتهت سنة 89 بسقوط حائط برلين، 91 بانتهاء الاتحاد السوفيتي واستقلال مجموعة من الدول اللي كانت مكونة الاتحاد السوفيتي 15 دولة، وروسيا رجعت تاني لكونها روسيا زي ما كانت ايام روسيا القيصرية قبل قيام الاتحاد السوفيتي. فبعد انتهاء الحرب الباردة كان في رغبة عالمية في اقامة نظام عالمي جديد، ولكن الحقيقة جوبهنا بمنهج ومنطق فكري غريب. هذا المنطق الفكري عبر عنه شخصيتين، إنما اللي وراه وأقوى منه كان أيديولوجية. شفنا قمة هذه الأيديولوجية ونهايتها الحمد لله مع إدارة جورج بوش الأخيرة. الأيديولوجية كانت بدأها رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر في أوائل الثمانينات، ورونالد ريغان حضر نهاية الحرب على أيديه، ولكن نائب الرئيس بتاعه اللي هو بوش الأب كان هو لرئيس الجمهورية وقت ما حصل هذا التغير وانهار الاتحاد السوفيتي. إنما الأيديولوجية دي كانت بتقول governs best and governs least، ابعدوا عن القطاع الخاص، افتحوا المجال للقطاع الخاص، واي حاجه تعملها الحكومه في القطاع الخاص هيعملها احسن. طبعا ده غير صحيح، لان ابو الاقتصاد وانا كلمتكم عنه قبل كده، انما يمكن لازم نبقى نعمل مره ندوه خاصه عنه، واحد اسمه ادم سميث. وادم سميث ده كتب كتاب اسمه The Wealth of Nations او ثروات الامم. هذا الكتاب كتبه 1776 في القرن الثامن عشر. وعبقرية ادم سميث انه في هذا العصر اللي كانت الناس تعتبر ان ثروات الامم هي تراكم الذهب في قصر الملك، قال ان ثروة الامم هي النشاط الاقتصادي القائم على شغل الفلاح وشغل العامل وشغل التاجر، هو ده ثروة الامم الحقيقية. طبعا دي نقلة فكرية ضخمة جدا، ده في القرن الثامن عشر. لكن ادم سميث قال في هذا حاجات كثيرة جدا مهمة قوي، حاجة منهم قالها ودي الجملة الناس كلها بتذكرها في كل حتة، شرح آلية السوق وقال ان اذا كان كل رأس مالي كل صاحب مصنع يدور على مصلحته فقط، فيد خفية اللي هي آلية السوق ان انفيزبل هاند هتنظم الامور بحيث ان المصلحه العامه
هتتخدم، هيبقى في احسن سلعه باحسن سعر موجوده، لان هيحصل تنافس ما بين الناس دي وبعضها. فالجمله دي ناس اخذتها وقعدت تقول ادم سميث بيقول ان الانفيزبل هاند هتحل كل حاجه. ده غير صحيح، ان ادم سميث قال وضرب مثل محدد جدا بالتعليم.